في خبر حزين غيب الموت مساء البارحة محمد الشمري، وهو أحد أبرز نجوم السوشيال ميديا، اللي قضى في حادث مروري أليم على طريق رفحة طبعاً، وتوفي في الحادث أيضاً 2 من أبنائه. هذا خبر جداً جداً حزين، وكان له صدى كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، والله فجعنا بليلة البارحة، وطبعاً عزائنا من هذا المنبر لدويه ولأهله ولزوجته حتى، لأن الشمري الذي يعرف بحكاويه المضحكة والتي أسعدت كثيرا من متابعينه، كان رحيله صدمة لمحبيه الذين تناقلوا مقاطعه بشكل كبير البارحة. طبعا لمن لا يعرف الشمري ولمن لم يكن يتابعه، بعض الناس لم يكن تجمعك به صدفة ولا مناسبة ولا حتى مثلا على قولتهم عمل أو بزنس، ولكن بعض الأحيان يجعل الله لسانه وحتى وإن رحل على كل لسان. شيء يذكر زميلنا منصور المزهم، قد التقاه قبل عام في تقرير عرض في برنامجنا هنا في إم بي سي في أسبوع، خلينا نتذكره وإياكم. السلام عليكم، كيف الحال متابعين؟ اليوم غير كاشك تشوفون، ترى مين مثل قناتي إم بي سي، ترى إم بي سي مين مثل قناتك، تطلع وشنبك الطول ونسيوه، لازم تحلق. بأسلوبه العفوي وقصصه المفيدة كسب محمد الشمري قلوب متابعيه. السولف الجني يقول هذا بدو يزعجني، بس يمر هو جيبه الشاص وازعجني ودق، يقول وانا ادخل فيه انا وحلالي. يقدم الشمري عبر حسابه بالسناب شات محتوى قصصي شعبي لا يخلو من الفكاهة والطرافة والنصح غير المباشر في أغلب الأوقات. رسالتي طبعا أنشر المحتوى بين الناس، رسالة قدم قصة فيها عظة فيها عبرة فيها حكمة فيها فكاهة، في ناس محتاجة للضحكة وفي ناس محتاجة للتوجيه اللي مو مباشر، ما توجه توجيه مباشر، تعطي انت قصة هو على ما قال يعرفها من جميع النواحي. وفعلا ترى في بعض الناس اذا قلت له هذا كذا هذا نصحته يمكن ما يتقبل، لكن لو تقول له بسالفة بقصة كذا هو يبرمجها وياخذها. والرسالة الثانية اللي دائما بعد اسعبها ان الشغل معيب. ومن هاتفه هذا وصل الشمري بلهجته الشمالية لمئات الألوف من المتابعين، يقدم الحكاية الشعبية بأسلوب مختلف وسرد يخلو من التعقيد، لتحقق قصته ويومياته مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي. بعد الشهرة تغيرت حاجات كثيرة كثيرة، تغيرت كثير من الناس، يعني يقول لك والله أنا سمعت قصة لك وأنا مشيت بقصتك وأنت قلتها كذا بالنصحة. حنا يكفينا أننا أسعدنا كثير من البشر هم بالبيوت مرضى يحطونه مستأنسين، والله أنهم يدقون علي ومستأنسين بالشهادة، وعيالهم خاصة يقول والله بيض الله وجهك أبوي مثال مقعد أبوي كذا ومستأنس ويضحك على سوالفك. السهولة والبساطة بحكاية القصة والرواية والنكتة الحاضرة في حكاياته هي ما يميز محتوى هذا القص الشعبي الذي أصبح الحكوات المفضل لكثير من متابعي تطبيق سناب شات في السعودية والخليج. إم بي سي، مصر مزهم، رفحة. رحمة الله عليه، الخسارة كبيرة وموجعة جدا، خاصة مع فقدان طفليه، ولا يمكن أن نتخيل ما تشعر به زوجة الحكواتي محمد الشمري، الله يصبر قلبها طبعا، وخاصة أنه وسبق وتحدث عنها. صحيح، تحدث عنها وعن حبها الكبير لأبنائها وأيضا عن خوفها الزائد عليهم. هذا طول عمر تدري أن لي 20 سنة، 21 سنة متزوج، ما جاني ظنه، صار لي 11 سنة ما جاني ظنه. والله ويجي فهد. ايه. ويوم يجي فهد. ايه كبير. قبل 10 سنوات السالفة. والله يوم جاء فهد الأم وهو ولد ما تخليني أقرب له. خائفة عليه. خبر دال له 10 سنين ما جابت ودال له، ولا تخليني أقرب له. أنت بتحبه؟ هو معها.
أحبه وتنقل وبس وبس لو قال قامت. شو رجل وقسم بالله معاناد ما تخلي أحد يقرب له. جاء ذاك اليوم والله أنا أدخل البيت. يوم دخلت البيت قال لي يا ولد الولد بصالة وهي بالحوش مع أختها والله أنا ناظر لها الحالة ولدي والله أنا روح أحطه بسريره وأنا أجيب منشفة وأنا أجيب الزهمولة حقته وأنا لفها وأقسم بالله وأنا لفها لفها وأنا أحط له شيء كده تقل إنه رأس وأنا أحطه ببطانيته يوم دخلت والله وأنا أشيله وأنا أقوم ألعبه. عاد هي تقول يا محمد الوقت لا يطيح أتعب لا يطيح. قلت لا لا معي وأنا قط فوق قلت يا الولد والله وأنا قط فوق يوم قطيته فوق وهو يجي وأنا شوته بيجي. أتعرف إيش لي ويح أسلم هذا إيش لي ويح يا طول العمر. تزوج من يوم تزوج أمه تغيرت عليه. ما هو هذا مي هذه أمه اللي خبرها وجاي يشكي لي يقول يا محمد يا ولد أمي تغيرت عليه ما أدري إيش السالفة من يوم تزوجت. قلت أمك تبي الزواج تبي الزواج. قال لا معقولة. قلت إيه. قال أمي تبير. قلت أمك تبي الزواج لكن إذا رحت للبيت قل له هاللون وهاللون وهاللون وهاللون. قال خلاص ويروح للبيت قال له يدخل على طول ما سلم على أمه على طول راح للغرفة. ويا ويلي يا ويلي الأم حنت خبر قلب الأم. الأم تحن مهما كانت الظروف الأم تحن. قال له قالت بشوف ايش اللي ويح وش عنده. قال لا دخلت عليه بالغرفة قالت يا ولدي علمني وش فيك عسى ما أشر وش سامع وش جاك وش ما جاك ليه بتضايق. قال يا أمه ابعدي ابعدي عني. قالت يا ولدي لازم تعلمني. قال اليوم طلع أمر وزاري اليوم طلع بالأخبار بالتلفزيون اللي عنده عجوز يزوجها أو شهر سيتم تفتيش البيوت. شو أو شهر سيتم تفتيش البيوت. قالت شلون؟ قالت شهر يقول الأمر الوزاري شهر سيتم تفتيش البيوت إلا خوات ويوايد من عند الباب. قالت حنا يقولن حنا يا البنات مع رأسنا تبيها العجائز. وتلتفت العجوز لين قالت هذا أمر وزاري مو خربط بربط.